تريد من الأطراف الأخرى تقديم كامل التنازلات دون أن تذهب هي لتقديم أي تنازل، وهذا ما عهدناه من جهتها دائما. من المؤسف أن نتحدث الآن أنه تم تقديم تنازلات بمثل هذا المستوى للميليشيات، ومنها فتح مطار صنعاء بوجهات كاملة ودون رقابة، وأيضا تسليم المرتبات. لكن حتى مع ذلك لاحظ أن الميليشيا رفضت هذه التنازلات وتريد تنازلات أكثر دون أن تقدم هي على تقديم أي تنازل، وخصوصا في الملفين الأهم، وهما ملف محافظة أو فك الحصار عن محافظة تعز وملف المرتبات. الميليشيات تريد أن تدفع المرتبات وفقا للكشوفات التي تعدها هي، بمعنى أنها تريد من الحكومة الشرعية أن تدفع لها رواتب مقاتليها الذين يقاتلون في رواتب عناصر الميليشيا الذين يقاتلون ضد الحكومة الشرعية. هذه مفارقة عجيبة وغريبة من نوعها، ولم تحدث ولن يحدث مثلها في التاريخ. ذكرت لك أنه من أن ذلك أمر مؤسف فعلا، ونحن أستطيع أن أعبر لك هنا أن هذا الأمر ربما يشعر الكثيرين بالسعادة أن المفاوضات بمثل هذه التنازلات فشلت، لأن هذا الفشل يعني أن الميليشيا لم تصل بعد إلى الحصول على ما تريد بشكل كامل.